اليوم نحتفل في ذكرى 26 من سبتمبر في هنا في ميادين العز والشرف البطولة في مديرية صرواح، ونقول للحوثي مهما طغى ومهما تكبر فاحنا له بالمرصاد باذن الله، لا للحوثي ولا لاتباعه بعد الى محافظه صنعاء. بمناسبه 26 سبتمبر والحوثي لانه حارب ومرتزق واحنا بعده صنعاء فوقهم صنعاء لا مران، ونعيد الجمهوريه ان شاء الله. وتحياتي. نحن هنا في العيد 26 من سبتمبر نعاهد الله ونعاهد الشهداء أننا على درب الشهداء سيرون حتى تحرير الجمهورية وإلى مران إن شاء الله وصنعاء قريب بإذن الله. نحن في عيد الثورة، عيد الجمهورية، وفي رؤوس الجبال متحدين للحوثي، وإن شاء الله منتصرين. ولدينا هذا القصيدة: قولوا لعبد الملك والله مذعنا، ولا تهنى بزاده ولا طلع له قرون، ما دام حنا في حجر ولا فلا كنا، وسلمه معبرين 14 عربون، وللحوث في جبل حجرين لقلنا دروس ما بثها للناس تلفزيون. نحن نعيش اليوم في ذكرى قيام الجمهوريه والاطاحه بالامامه في ايام في قمم الجبال على طخوم صرواح. نحن اليوم ثابتين وصامدين صمود الجبال تروح، ونعاهد الله أننا على العهد باقين، ولن نتراجع ولن نتخلى قيد أنمله. وأما هذا العدو فهو رايح لا محالة ومنتهي، والأيام سوف تثبت أنه سوف ينتهي، وبالله التوفيق. نهني الشعب اليمني والقيادة السياسية بالذكرى 58 لثورة 26 سبتمبر، ونقول إن على درب الشهداء معذور لاستعادة الجمهورية اليمنية من بعد الثورة ومن محافظة مأرب. إن شاء الله سنحرر كل أراضي اليمن وسنستعيد كل أراضي اليمن من الميليشيات الإنقلابية بإذن الله رب العالمين، وإن شاء الله إننا ماضون إلى النصر.